بسم الله الرحمن الرحيم، سنتحدث اليوم عن موضوع السيو. السيو هو اختصار لكلمة Search Engine Optimization وما علاقته باليوتيوب. صراحة موضوع Search Engine Optimization هو موضوع يتعلق بمدى مطابقة المحتوى المنشور على المواقع مع مبحوث الناس في محركات البحث. الآن هذا الموضوع بدأ في جوجل، أو جوجل كانت هي الصدارة في هذا الموضوع. في عندنا جوجل موجودة بتصنف المحتويات بناء على كلمات مفتاحية، هذه الكلمات المفتاحية هي عبارة عن مبحوث الناس. يعني مثلا بنيجي بنقول الناس بتبحث عن كلمة مثلا تصميم جرافيكي، بصير اليوم جوجل ايش بتسوي؟ بتبحث من خلال خوارزميات خاصة فيها على أفضل محتوى خاص بالتصميم الجرافيكي. ليه؟ لأنه بدها تعزز خبرة المستخدم في جوجل. يعني هي جوجل بتسعى لأنها تنجح. كيف بتنجح جوجل؟ بتنجح جوجل لما بتوائم ما بين مبحوث الناس وما بين المضمون الدقيق. فاليوم لما بيصير في موائمة ما بين المضمون الدقيق لمبحوث الناس، جوجل بيرتفع إيش؟ بيرتفع شأنه. فأصبح اليوم جوجل بعزز الخوارزمية تبعته حتى إنه فعلا يكون خبرة المستخدم في جوجل، ثقة المستخدم تجاه استخدام محرك بحث جوجل هو إيش؟ هو الأساس وهو الأول. لذلك نجح جوجل كمحرك بحث، نجح إنه يسيطر على الجمهور وعلى الناس وعلى كل من يريد أن يصل إلى منتج أو إلى خدمة أو إلى شيء معين، ما بيحفظ اليو ار ال تبعه بقدر ما يروح على جوجل ويبحث عن هذا المنتج وعن هذه الخدمة. هذه واحد. الأمر الثاني، موضوع جوجل احنا قلنا هي عملية ايش؟ تحسين، او هي موضوع اللي هو السيو هي عملية مستمرة في التحسين. كيف احنا نحسن محتوانا وانه احنا نكون مؤهلين لانه يصير الجمهور اللي بيبحث عن المضمون اللي انا بدي اوصله للناس موجود عندي انا، فانا اقدم افضل خبره للمستخدمين، انا اقدم افضل محتوى للمستخدمين. فاصبح اليوم جوجل بحسن من خوارزمياته او محرك البحث بالمعنى الاصح او بالمعنى الادق، بحسن من خوارزمياته حتى يوصل الجمهور لافضل المحتويات ولافضل النتائج، وكذلك المستخدمين او الناس اللي بينتجوا الاعمال او بينتجوا المحتوى بيعززوا من خبرتهم انه كيف هذه المحركات تعمل. اليوم هي منافسة شديدة ما بين جوجل بيرتقي والناس المعلنين او اصحاب صناع المحتوى بيرتقوا، فكل واحد بيرتقي لانه يصل لافضل التجارب او لافضل الخبرات. أصبح هذا هو الأساس في الموضوع. طيب أصبح قلنا السيرش انجن اوبتمايزيشن باختصار السيو هو عبارة عن عملية مستمرة لتحسين المحتوى ولتحقيق أعلى معدل الوصول أو الظهور في نتائج محركات البحث. لما نيجي احنا بنبحث قلنا دائما أفضل المحتويات هي من تخرج بأولى أو ثاني أو ثالث النتائج. إذا كانت موضوعك بيخرج في النتيجة الأولى عند البحث عن كلمة معينة أو باستخدام كلمة معينة، فأنت بتكون مسيطر على هذه الكلمة، فبصير إنه مضان دخول الجمهور إلى موقعك أو إلى محتواك كبير جدا. لذلك تكمن أهمية السيو بسعي الأعمال للوصول إلى الجمهور. بالمناسبة الجمهور لما بيستخدم محرك البحث هو جمهور حقيقي بنسبة 100%. ليه؟ لأنه الجمهور لما بيجي على محرك البحث هو بكون هو بحاجة لشيء معين، فبيبحث عن شيء بحاجته. هل عمركم وجدتوا أحد بيبحث عن شيء هو ما بدهوش إياه؟ لا، أنا بكون بحاجة شيء معين، أنا رغبتي أو 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 احتياجي الداخلي الذاتي دفعني لأني أنا أستخدم محرك البحث لأبحث عن هذا المنتج أو عن أبحث عن هذه الخدمة، فأنا وجدت الخدمة. فلما بأوجد الخدمة بأدخل وبأخذ الوقت الأمثل أو الوقت الأفضل لأني أشاهد كل هذا المحتوى أو أتفاعل مع هذا المحتوى وأتحقق من أحقق رغبات أو أهداف الأعمال. لذلك الموضوع موضوع مهم، تكمن أهميته عند أصحاب الأعمال إنهم كيف يرتقوا بمحتواهم حتى انه يطابق محتواهم مع مبحوث الناس او مع الكلمات المفتاحيه اللي بيستخدموها الناس في البحث للوصول الى الاعمال، وكذلك اهداف الناس برضو انه بيصلوا للمراد او يصلوا لمرادهم بسهوله. فاصبح اصحاب الاعمال لهم هدف
واصحاب الجمهور او الناس المستهدفين او الجمهور العام له هدف، فاحنا اليوم من خلال السيرش انجن اوبتمايزيشن او من خلال العمليات اللي احنا حنجريها في محركات البحث، كيف نبني محتوانا مطابق وصديق لمحركات البحث، فاحنا بذلك بنحقق رغبه مين؟ الطرفين، طرف الاعمال وطرف الجمهور. طيب الان بدنا نعرف شغله بسيطه، اليوم تعمل محركات البحث على استرجاع النتائج وترتيبها على الظهور حسب الخوارزميات التي يستخدم او تستخدم في مين؟ في هذه المحركات. طيب يتم تعزيز نتائج محركات البحث اللي هي نتائج اللي هو السيو من خلال التعرف على العوامل التي تستخدمها هذه الخوارزميات. اصبح اليوم بنيجي بنقول انت يا محرك بحث جوجل ايش العوامل اللي انت بتعتمدها لتظهر محتوانا في النتائج الاولى. بالمناسبه جوجل او محركات البحث ما بتعلن، بل التجارب اللي بتتم وتكرار التجارب من خلال مجموعه من الخبرات. اليوم انا عندي خبره معينه والثانيه والثالثه والرابعه، فوجدت انه والله جوجل بيهتم في التايتل، فبروح بقول والله يا جماعه جوجل بيهتم بالتايتل، اذا احنا اهتمينا بالعنوان فاحنا بنظهر من خلال العنوان. ممكن تجربه اخرى بتقول والله جوجل بيهتم بالصور، بتوصيف الصور، لما انا بهتم في توصيف الصوره لا محتوايا بيطلع. فانا اليوم مجموع التجارب اللي هي معلنه او منتشره او تتشارك ما بين او يتم تشاركها بين الخبراء وبين اصحاب الباحثين في هذا المجال هي اللي احنا بنصل لها وبنعتمدها وبنمشي فيها، وبتجربتنا بنلاقيها انه فعلا هي هذه المعتمده. فبصير احنا ايش والله بناخذ العوامل اللي بتعتمدها هذه المحركات وبنعتبرها في مين؟ في محتوانا وفي صناعه محتوانا، حتى نصل لمين؟ نصل لانه نصل للنتيجه الاولى والثانيه والثالثه ونكون منافسين مع اصحاب الاعمال الاخرى في نتائجنا وفي ظهور نتائجنا مع مبحوث الناس في محركات البحث. طيب ايش علاقه السيو باليوتيوب؟ انا تو كنت بتكلم جوجل جوجل جوجل. اليوم اليوتيوب قلنا هو محرك بحث ايضا، لما الناس بدها تشاهد محاضرات معينه او تشاهد موضوع معين او تتعلم موضوع معين بتروح مباشره على اليوتيوب حتى تبحث عن مضمون فيديو، تبحث عن محتوى فيديو، تبحث عن فيديو تعليمي، عن محاضرة تعليمية بالفيديو، أصبح هو محرك بحث. لذلك السيو له علاقة كبيرة في اليوتيوب، أصبح اليوتيوب برضو عنده خوارزميات، اليوتيوب عنده عوامل معينة، إذا إحنا اعتبرنا لهذه العوامل وضعنا محتوانا بناء على هذه العوامل سيظهر محتوانا في أولى نتائج البحث، وهيك إحنا حققنا مين؟ حققنا الهدف للجمهور وحققنا هدف للأعمال. لذلك عندنا احنا مجموعه من الاستراتيجيات حنكون ان شاء الله في فيديو تالي او في فيديو تالي حيكون في عندي 9 استراتيجيات يجب ان اخذها بعين الاعتبار في بناء ونشر المحتوى الفيديو الترويجي او التعليمي او التسويق بشكل عام على منصه اليوتيوب حتى يكون محتوانا صديق محركات البحث او صديق جوجل او صديق هو اليوتيوب ويظهر في اولى نتائج مين؟ البحث على اليوتيوب. طيب يعتمد السيو بشكل اساسي على استخدام سلوك الجمهور في البحث لبناء المحتوى التسويقي، ويعتمد على الكلمات المفتاحيه وهي جوهر عمليه السيو. طيب الان لما جينا قلنا على الكلمات المفتاحيه وما علاقتها بموضوع السيرش انجن اوبتمايزيشن، اول شيء ايش هي الكلمات المفتاحيه؟ الكلمات المفتاحيه هي مبحوث الناس، هي الكلمات التي يستخدمها الجمهور في البحث عن الاشياء. طيب مين اللي بيعرف مبحوث الناس؟ اليوم بيجي عندنا جوجل او يوتيوب عنده محرك بحث، لما بيجي محرك البحث بصير في عندي نيش معين او بصير في عندي مثلا نقول 10,000 او مليون عمليه بحث او في عندي عدد معين من عمليات البحث بيجرى باستخدام كلمه معينه، هذه الكلمه بصير هي كلمه مميزه ومعتبره عند هذا المحرك. أصبح اليوم الكلمات من يعرف الكلمات، أي نعم المحرك يعرف الكلمات أو يميزها ويصنفها ويبوبها، ولكن بناء على مبحوث الناس. إذا الناس اعتمدت على مصطلح معين واستخدمت هذا المصطلح في البحث فأصبح هذا جوجل أو هذا المحرك البحث سواء جوجل أو يوتيوب بيروح بيعمل تمييز لهذه الكلمة وبيظهرها كإيش؟ ككلمة مفتاحية أو ككلمة مسجلة لدى هذه المنصة. بنيجي بنقول اليوم هاي يوتيوب، لما يجي عندك مثلا ابحث عن أي كلمة معينة، مبادئ التصميم، شوف مبادئ التصميم هنا، مبادئ التصميم الجرافيكي، مبادئ التصميم لحالها، مبادئ التصميم المعماري، مبادئ التصميم الداخلي، مبادئ التصميم الإنشائي، كل هذه عبارة وكأنه بيقول لي إنه يوتيوب بيعتبر إنه هذه كلها كلمات مفتاحية.
اصبحت وضحت كيف الصوره؟ اصبح اليوم في عندي اوتو كومبليت. هذا الاوتو كومبليت بسهل على الجمهور او بسهل على المستخدمين لما بيجوا بيبحثوا عن كلمه معينه، انه بيعتبروا الكلمه هذه هي كلمه مبحوث عنها او كلمه معتبره او غير معتبره، وهذا بالنسبه للجمهور. طب بالنسبه لاصحاب الاعمال او اصحاب الاعمال بصناعه المحتوى، بمجرد ما يجوا يبحثوا ويلاقوا انه والله هذه الكلمات مبحوث عنها، اصبح هذه الكلمات معتبره ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وين؟ في طور التصميم او في اضافه المحتوى، اذا ما كانش حتى في محتوى في كلمات مفتاحية، سرعة إنتاجك لهذا المحتوى حيكون منافس وحيبرزك على أول الناس وأول النتائج، وتكون أنت إنسان مميز في هذا الموضوع. هنا هيك تعرفنا على الكلمات المفتاحية لأعمال مين؟ الفيديو. بمجرد ما إنه أنا مثلا في عندي توجه معين، باجي بقول والله تصميم، مبادئ التصميم، مثلا جيت موضوع بدي أفهم كيف التسويق، كتابة المحتوى التسويقي، باجي بكتب كتابة المحتوى التسويقي، فبلاقي الناس إيش بحثت؟ بلاقي مبحوث الناس، وهذه كلمات مفتاحية ممكن أنا أعتبرها من خلال الإيش؟ البحث، لأنه حتما حيكون في ناس كتبت في هذا الاتجاه، لأنه في تنافس شديد جدا، إنه الناس كل واحد بده يبرز وياخذ حصة من هذا المحرك. طيب بنيجي شغلة ثانية، اليوم في عندي أدوات موجودة ممكن نحن نشرحها في الديسكربشن، موجودة بتديني نوع من الابريفيشن أو من نوع من الاختصار عن الكلمات المفتاحية. لو اجينا هنا قلنا مبادئ التصميم الجرافيكي، وجدنا احنا أول النتيجة بتطلع هي أفضل النتائج بالمناسبة، وهي خاصة بمنصة لنور الحمصي، هي موجود هنا. اوكي، احنا هذه كلها اعمال في تنافس ما بين هذا العمل وبين العمل هذا، فاصحاب الاعمال بتتنافس كيف انها تسيطر على النتيجة الاولى عند كلمات مفتاحية معينة، وهذا هو ايش؟ هو السيرش انجن اوبتمايزيشن. طيب بنيجي هنا بس بنتكلم انه كيف نصل للكلمات المفتاحية لكل عمل من هذه الاعمال. باختصار شديد، لو اجينا احنا هنا وقفنا على اليوتيوب تحديدا، على اليوتيوب وجينا بالزر اليمين ضغطنا اللي هو فيو سورس كود، فيو سورس كود، لو ضغطنا بالزر اليمين على اليوتيوب اللي هو على صفحة الفيديو بتاع اليوتيوب ورحنا قلنا فيو سورس كود، بيجي عندي كود اللي هو ايش؟ اللي هو الكود البرمجي لهذا الفيديو. ببحث عن كلمة كيوردز، ببحث عن كلمة مين؟ كيوردز. بتلاقي انه هو مستخدم هذا الفيديو لما نشر معتمد على كلمات مفتاحية معتبرة من خلال دور التصميم، هاي فوتوشوب، إلستريتور، تصميم جرافيكي، جرافيك ديزاين، تصميم بروشور، تصميم فلاير، تباين، هذه كلها عبارة عن كلمات مفتاحية معتبرة لدى مين؟ لدى الفيديو اللي احنا شفناه توي. وكذلك برضه هاي كيوردز موجودة، وأيضا في عندي ديسكريبشن، هاي شورت ديسكريبشن في عنده برضه شورت ديسكريبشن معتبر عنده. أصبح اليوم أنا بعتبر إنه أنا أو بتعرف على الكيوردز اللي خاصة بالجمهور المنافس أو بالناس اللي فعلا ارتقوا وسيطروا على كلمات مفتاحية معينة وأعمالهم كانت في الصدارة في نتائج محركات البحث، بتعرف على كلماتهم المفتاحية من خلال أضغط بزر اليمين View Source Code وأبحث عن كلمة كيوردز وأتعرف على الكيوردز أو الكلمات المفتاحية اللي تم استخدامها مع هذه الأعمال. في عندي ادوات اخرى، في عندي ادوات اخرى، لو نيجي برضو في ادوات هذه عامه صراحه كلنا بنشوفها وبنستخدمها في الاستخدام اليومي. جوجل، بيجي جوجل بتبحث عن مبادئ التصميم، جوجل بيديك الان الكلمات هذه اوتو كومبليت كلها كلمات مفتاحيه. طب لو اجينا بحثنا عن مبادئ التصميم وضغطنا انتر، هنيجي في اخر الصفحه هنلاقي مجموعه من التصنيفات اللي هي ذات علاقه، اصبح مبادئ التصميم هي عباره عن كلمه مفتاحيه ولكن في لها ارتباطات مع كلمات مفتاحيه اخرى، هذه كلها عباره عن كلمات مفتاحيه موجوده ايش؟ وممكن احنا نستخدمها في الاطار اللي احنا من خلاله بنعمل بريدكشن او بنعمل تنبؤ على مجموع الكلمات اللي ذات علاقه وذات دلاله لصلب الموضوع او لصلب المحتوى اللي انا بدي ابنيه. طيب هذا تلت. في تولز اخرى برضو، في كيورد تول، هذه كيورد تول ممكن احنا نستخدمها ولكن بدها دفع فلوس، حتبرز عندي لو انا سالتها في التسويق الالكتروني، بحثت عن موضوع التسويق الالكتروني هنا، اوكي بيجيني نتائج، هذه كلها نتائج لها علاقه بالتسويق الالكتروني. هنا بنتكلم على اللونج تيل والشورت تيل، اصبح التسويق الالكتروني هو عباره عن شورت تيل، يعني كلمه قصيره مش طويله. ممكن هذه الكلمة القصيرة تديني لما أبحث عنها بيقول لي هذا التول إنه الناس لما تيجي تبحث عن كيورد هذه بتبحث عن كيوردز طويلة، التسويق الإلكتروني في فلسطين، التسويق الإلكتروني بي دي إف، التسويق الإلكتروني في غزة، التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني في مجال الصحي، كل هذه كلمات ذات دلالات مبحوث عنها الناس، ولكن هنا في إلها حجم بحث وإلها ترند طالع وإلها
كليك بير اللي هو كوست بير كليك ولها كومبيتيشن. اصبح اليوم كل كلمه لها حجم بحث معين. صراحه هذا التول بده دفع فلوس حتى تعرف قديش الفوليوم، يعني قديش حجم البحث، عدد الناس اللي بحثت على الكلمه هذه كم. مثلا يقول والله 1000 في الشهر، 1000 عمليه بحث تمت في الشهر، في فوليوم كبير. ببحث عن الفوليوم الكبير، انا بدي الناس اللي عندها فوليوم كبير او الكلمات اللي عندها فوليوم كبير. طب وفي منافسه، المنافسه يا اما بتكون لو يا اما ميديم يا اما هاي. اذا كانت المنافسه على الكلمه المفتاحيه عاليه اصبح في محتوى كبير او في عرض كبير على هذا على يعني في مضمون يعبر عن هذه الكلمه. طيب انا ايش اللي بدي اختاره؟ بختار الفوليوم الكبير والكومبيتيشن القليل. يعني اذا كان في عندي حجم بحث على كلمات مفتاحيه ضخم، بنتكلم عن 10,000 عن 100,000، وفي منافسه قليله، يعني حجم المحتويات اللي صنعت لتعالج هذا المحتوى او هذا الكيورد قليل، لذلك انا مدعو كصانع محتوى او ككاتب محتوى تسويقي ان انا ابني محتوى حتى انه انا اسيطر على مبحوث الناس وعلى حجم الناس، وانه الناس هذا الحجم الكبير يجي يشوف محتوايا ويكون انا في الصداره. وهذا ايش؟ استراتيجيه من استراتيجيات مين؟ البناء الصحيح للمحتوى التسويقي، اني ما انا ابني محتوى تسويقي حسب مزاجي او حسب رغبتي او حسب انا ايش قدرتي في الموضوع، بقدر ما اني انا ابحث في نفس الصلب اللي انا بتخصص فيه، الناس ايش بتبحث، وين الفوليوم الكبير، وين حجم البحث الكبير، وين المنافسة الصغيرة، وباخذ هذه الكلمة حتى أقوم بالاستحواذ على هذه الكلمة من خلال المحتوى اللي أنا بدي أصدره أو أقدمه وبحمله على اليوتيوب أو على جوجل أو عفوا على أي موقع، سواء موقع خاص أو منصات موجودة زي اليوتيوب. هيك هاي ايضا في تولز اخرى، بنتكلم جوجل ترند. جوجل ترند بدي اشوف والله هل في عندي الكلمه مثلا لوس انجلوس هوتيل، انا بتكلم عن مين؟ عن الكلمه هذه. الكلمه هذه على مر الزمن من 2004 ل 2019 كان في عليها حجم طلب، هي نزل 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 نزل، فانا في عندي نزول وهبوط في حجم الطلب اللي هو الترند عندي نازل لهذه الكلمه. اصبح انا بعرف الناس خلاص كانت تبحث وكانه كان في جمهور كبير جدا في المرحله هذه، وتقلص الجمهور والبحث عن هذه الهوتيلز بطريقه زي ما احنا شايفين، وهيها هي الاعداد قلصت مع مين؟ مع مرور الزمن. في جوجل ترند برضو انا ببحث عن هوتيل ان لوس انجلوس وهوتيل لوس انجلوس، في فرق ما بين الكلمه، هذه الكلمه ما اخذت 100 في المقابل الكلمه الاخرى اللي هو هوتيل لوس انجلوس. يعني لما ببحث عن الاوتيلات في لوس انجلوس بتديني 100 طلب، لما انا باجي او الترند تبعها طالع، لما باجي ببحث عن هوتيل لوس انجلوس اللي هو اوتيل لوس انجلوس بيجي الطلب بيكون اقل، وكانه الناس بتبحث بالعموم اكثر ما بتبحث بمين بالخصوص. وهذا الجوجل ترند بيديني الميزه او مقارنه بين كلمتين مفتاحيات، انا بدي اشوف الفرق بيناتهم. الامر الثالث اللي انا بتكلم برضو هنا، هي هنا بدي اتكلم عن حجم المبحوث. حجم مبحوث الناس يا جماعه على كلمه انجلس اللي هو نحكي هذه قديش، بنحكي هنا 2 مليون او لا، للكلمه مين؟ للكلمه لوس انجلوس هوتيلز اللي هو حجم البحث وصل ل 2 مليون افريج مانثلي سيرش، يعني حجم البحث الشهري وصل ل 2 مليون. في 2014 كان هيو، في 2015 ابريل هيو كان وصل، يعني حجم مش طبيعي او مش بسيط اللي هو حجم البحث. فاحنا بنتكلم عن مبحوث كبير جدا وعن حجم كبير جدا في هذا الموضوع. لو اجينا احنا هنا قلنا اشياء لها علاقه في الادفيرتايزمنت، هاي انجلس داون تاون هو بنتكلم كلمات عليها دعايه او الدعايه في دعايات هنا في الموضوع. الكلمات المفتاحيه المحجوزه في الكلمات هاي داون لود دوس انجلس هوتيل مثلا، الافرج مانثلي سيرش حجم البحث الشهري للكلمه هذه 9300، المنافسه ميديوم يعني مش هاي ومش لو، ميديوم متوسط حجم المنافسه فينا. لو بدك تدفع حتى هنا بنتكلم قاعدين عن قديش كلفه هذه الكلمه في الدعايات، لو انا بتكلم قاعد الكوست بير كليك، انه لو انا حجزت الكلمه هذه كدعايه بدفع على كل نقره بتم نقرها على هذه الكلمه بدفع 4.25 دولار. شايفين كيف اصبح مبحوث الناس ارتبط في الدعايات، وصار في عندي كل دعايه بتظهر مع نتيجه بحث بيقوم فيها الجمهور وبتم النقر عليها بيصير عليها دفع 4.25% من الدولار. هذا بالمناسبه هذا في الادفيرتايزمنت. طب انا في عندي ادفيرتايزمنت، انا ما بحكيش في الادفيرتايزمنت، انا بتكلم في السيرش انجن اوبتمايزيشن. في فرق، السيرش انجن اوبتمايزيشن بدون فلوس فري،
ولكن إذا صار في منافسة على كلمة مفتاحية بين مجموعة من أصحاب الأعمال، بصير اللي بده يسيطر بده يدفع، لأنه لما أنت بتدفع مصاري، المصاري الادفرتايزمنت أو الدعايات بتظهر قبل مين؟ قبل اللي هو الأورجانيك سيرش، قبل النتائج الطبيعية. لذلك بصير في عندنا استحواذ، أو بصير في ناس بتشتري أو بتدفع مقابل ظهور نتيجتها قبل النتائج الطبيعية. بصير في عندنا ادفرتايزمنت، حتى بنشوف احنا في اي دي اس قبل الموضوع او بجوار اللي هو النتيجه، هذا بتدلل انه هذا عباره عن نتيجه، عباره عن مين؟ عن دعايه.